معايا الحقيقة أخبار كتير جدا يعني متعلقة سواء بالنادي الأهلي وكمان منتخبنا الوطني. وخلونا بقى نبدأ أخبارنا النهاردة، اتفضل. والبداية أكيد مع الفريق الأول لكرة القدم، وكيف يخطر الأهلي بمواجهة سيمبا يوم 29 مارس بذهاب ربع نهائي إفريقيا. يعني طبعا تلقى مسؤول النادي الأهلي خطابا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، يخطر فيه بتحديد يوم 29 مارس الجاري موعدا لمباراته أمام سيمبا التنزاني في ذهاب دور الثمانيه لبطوله دوري ابطال افريقيا. وطبعا يعني اوقعت قرعه دور الثمانيه الافريقي في مواجهه مع سيمبا، طبعا النادي الاهلي مع سيمبا التنزاني، بحيث تقام مباراه الذهاب بتنزانيا يوم 29 مارس بدار السلام، بينما طبعا تقام مباراه الاياب على استاد القاهره احد يومي 5 او 6 ابريل المقبل. يعني طبعا اكيد يمكن دي المواجهه المرتقبه للنادي الاهلي امام فريق سيمبا، فعايزين نعرف بقى حضراتكم شايفين ازاي هذه المواجهه، خصوصا يمكن انه الجيل الحالي من النادي الاهلي اصبح عنده خبره في البطوله الافريقيه. المهندس عدي هيقول لك النتيجه. لا، انا شايف ان المباراه دي لاول مره تكون اسباب صعوبتها هي اسباب سهولتها. يعني اسباب صعوبه هذه المباراه ان الفرقتين التقيا اكثر من مره، لم يستطع الأهلي أن يحقق فوزا حاسما كبيرا على سيمبا، وأخرها التعادل 2-2 1-1 في الذهاب والعودة. ولكن صعوبة المباراة في أن الفرقتين حافظين بعض، يعني أصبح والنهاردة سيمبا بمران وبن شيخة واحد من اللي سبق لهم مواجهة النادي الأهلي وخبير في مواجهة النادي الأهلي. سيمبا بيتطور وبقى صعب جدا سواء جوه أرضه أو بره أرضه، ولكن والأهلي كتاب مفتوح أمامه، فأيضا السهولة أن سيمبا كتاب مفتوح أمام مستر كولر، فاللي هيعرف يستفيد من العامل ده هيبقى هذا العمل لصالحه. ولكن أرجو أن تكون الأمور فيها فير بلاي، وأن المباراة تقام بشكل منطقي في شهر رمضان بعد الإفطار. أي شيء غير كده ما أظنش أنه يعني نسميه فير بلاي أبدا. نتمنى المنافسة تكون يعني في إطار أن احنا ما نعذبش اللعيبة. احنا لسه عمالين نتكلم دلوقتي وندعو للكابتن أحمد رفعت بالشفاء، فما بالك وهو يعني أن تلعب المباراة في رمضان وأن تلعب في الصيام، يعني لا، مشقة وخطورة في نفس الوقت، لأن أنا أعلم أن اللاعب المصري حريص جدا على التمسك بصيامه مهما كانت الظروف. ولا يا إبراهيم؟ بالتأكيد بالتأكيد. وكمان النسخة بتاعت سيمبا اختلفت عن المواجهة اللي المهندس عادل أشار إليها، هنا كانت في الدوري الأفريقي والتعادل ذهاب وإياب. في دوري الأبطال هم غيروا المدرب البرازيلي، جابوا عبد الحق بن شيخ. عبد الحق بن شيخ كان أخذ من الأهلي في بداية الموسم لقب بطولة السوبر، خد كأس السوبر لاتحاد العاصمة، فهو عنده خبرة عالية بالأهلي، وتصريحاته النهارده تأكد انه لا، مدرب عايز يعمل حاجه وبيهدد من دلوقتي. وخلينا اقول لك ان في حد ذاته ده مود كويس. لعيبه الاهلي لما بتستنفر ولما بتلاقي مدرب منافس باستمرار بيعلي تون المواجهه، اعتقد ده بيكون بيواجه من الاهلي بتركيز شديد، وده المطلوب الفتره الجايه. بالتاكيد طبعا بنتمنى كل التوفيق لرجال النادي الاهلي، وان شاء الله بقى يفرحونا كالعاده. ان شاء الله.